احتفاء إفريقيا بيومها المصادف للذكرى 51 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سابقا الاتحاد الإفريقي حاليا، تزامن هذه السنة واحتضان الجزائر للمؤتمر الوزاري 17 لحركة عدم الانحياز، فكانت المناسبة مناسبة في حفل مزدوج جمع ممثلي الهيئتين بمقر وزارة الشؤون الخارجية. رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان العمامرة أكد في كلمة له بالمناسبة أن إحياء هذا اليوم يكتسي أهمية كبرى من حيث التحديات التي تواجهها القارة السمراء حاليا. وبما أن الساحة الدولية اليوم تطلب منا أكثر من أي وقت مضى المزيد من الالتزام، المزيد من العمل، المزيد من المثابرة في إقناع كافة الفاعلين على الساحة الدولية أن مستقبل الإنسانية يقتضي احترام وتفعيل المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والأهداف التي قامت من أجلها حركة عدم الانحياز. من جانبه ثمن وزير خارجية إيران وممثلها في حركة عدم الانحياز ثمن الجهود الجبارة التي قامت بها الجزائر لتعزيز السلم والأمن في المنطقة الإفريقية والمتوسطية في خضم التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. إذ أن الجهود الجبارة التي قامت بها الجزائر منذ السنوات الأولى لتأسيس الحركة ومن خلال حضورها في جميع أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية منذ باندونغ وحتى مؤتمر طهران جعلت الجزائر مصدر إلهام في السلام والتعايش العالميين. وبدوره شدد الممثل الخاص لرئيس لجنة الاتحاد الإفريقي من أجل محاربة الإرهاب على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق السلم والأمن في القارة. loin d'être pessimiste, mon propos est un hymne à l'espoir, à un lendemain meilleur, à la victoire contre toutes les formes d'insécurité. Je demeure fermement persuadé que la quête permanente de réponses adaptées et durables contre l'insécurité revêt pour les États membres de l'Union africaine plusieurs aspects, dont l'engagement politique au plan international pour l'indépendance et l'autodétermination, l'égalité et la justice. باكورة أهداف الاتحاد الإفريقي وقت إنشائه كانت التخلص من نير الاستعمار البغيض الذي رزحت معظم الدول الإفريقية تحته لعقود طويلة. أما اليوم فالتحول والنمو والدينامية والتقدم والشراكة والسلم والأمن الغذائي أضحت العناصر المركزية في خطاب الاتحاد الإفريقي وهو يدخل النصف الثاني من مئويته الأولى.